كان فيش احتلال بتكون أحلى، بس برضو احنا يعني كل يوم، يعني كل يوم تقريبا نتعرض للعنف من الاحتلال، وبصير فعالية يعني كل يوم. اسمي باسم محمد التميمي، بنت باسم النريمان التميمي، انا من فلسطين، بعيش بقرية النبي صالح. هم يعني هناك بنت 14 سنة بتعيش حياتها بين اهلها، بتخسرش حدا، بس انا كل حدا من عيلتي معرض للخطر، في اي وقت يعني بيجوا بيعتقلوه او بقتلوه. دور المرأة كبير، وهي أساس المقاومة الشعبية، وبلاها يعني بنخسر أشياء كثير، يعني زي فلسطين وبالنبي صالح، يعني المرأة بتتعرض للعنف زي الزلم بالضبط، لأنه الاحتلال فيش عنده رحمة، فيش عنده بنت ولا ولد ولا شيخ ولا مرة ولا أي حدا يعني بهمه. إصابة أمي أثرت يعني كثير، يعني كانت أولها يعني كلنا كنا نفسيتنا صعبة، وأثرت يعني على دراستي، إنه كنت أرجع لأنه هي كانت ما تقدرش تتحرك. بشوف المستقبل أحلى، لأن دائما بتخيل إني راح أطلع الاحتلال من بلدي ومن وطني، راح إن شاء الله يعني إذا الاحتلال كان طالع، إنه ما كانش طالع من فلسطين، إن شاء الله بطلع، يعني رايح أصير محامية، عشان إذا اعتقلوا حدا من عيلتي أو استشهد حدا من عيلتي، يعني إن شاء الله ما حدا بخسرش حدا من عيلتي، راح يعني عشان ندافع عنه. وإذا كان الاحتلال طالع من وطني، بحب أصير لاعب في كرة قدم. ويعني حلم الأول اللي تحقق حلم إن شاء الله تتحرر فلسطين، وحلم الثاني إني أشوف اللاعب نيمار زيار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثلاثة.